لا شك أن إدارة المخاطر أحد أهم ركائز إدارة المشاريع، فمن المستحيل تنفيذ أي مشروع دون المرور بمخاطر قد تحدث أثناء سير المشروع، وهو ما يوجب ضرورة العمل على تطوير منهجية واضحة ومدروسة لإدارة تلك المخاطر بالطريقة الصحيحة لتحقيق أهداف المشروع. أستاذ ملخصتك، بس حاب أسأل سؤال قد يكون ما متعلق بالمحاضرة، لكن يعني أحب أسمع رأيك. يعني أستاذ، ليش أحس إنه التعليم يعني هو عادة حال أي عادة اجتماعية، واللي هي المتعلم أفضل من غير المتعلم؟ يعني اللي دا أشوفه، أشوف الاهتمام أصبح للشهادة كاسم مو كقيمة. سؤال جدا رائع وجدا مهم بنفس الوقت. احنا كون المحاضرة الآن انتهت وسؤالك مهم يعتاز لوقت طويل للإجابة عنه، فراح أنطيك فقط الكي للإجابة على هذا السؤال، وهو راح أعتبره أسايمنت إلك وإلى زملائك، ونتناقش بيه إن شاء الله المحاضرة القادمة. كيف يكون رأس مالك هو عقلك، أو عقلك هو رأس مالك؟ هذا راح يكون هو مقدمة الإجابة على السؤال مالتك، اللي إن شاء الله نجاوبه بتفاصيل المحاضرة القادمة. شلون بالله عقلي رأس مالي؟ أطلع عقلي أبيعه وأسوي مشروع؟ لا ولك، مو طلعة تبيع على عقلك، رهنة للمصرف واخذ فلوس وبلش مشروع. هم يصير. أقول لك هذا عمار هم يراد تأديب، كل محاضرة يتفلسف علينا، وهسه من وراء العينتين لازم نحضر لنا أسايمنت. يلا بالله. أستاذ، ممكن أدخل؟ ازدحامات الطريق. تفضل خالد. ها شباب، فكرتونا بعبارة عقلك رأس مالك، اللي هو جواب إلى سؤال زميلكم المتميز عمار، اللي دائما يسألنا أسئلة فعلا قيمة. احنا اتفقنا بأنه هذه المحاضرة هي راح تكون إجابة لهذا السؤال، واعتبرته لكم كأسايمنت، فمنو جاوبنا أو قدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ إذا تسمح لي أني أجاوب. أستاذ، من تمتلك معلومات ومعرفة يعتازها سوق العمل، وهذه المعلومات تكون فقط أنت أو أشخاص قليلين يعرفوها، فأكيد راح أنت تكون مطلوب، ويكون فكرك هو رأس مالك اللي راح من خلاله تحصل الكثير من الأمور. يعني أضرب مثل بسيط حتى أوضح الأمور. إذا كنت متمكن من برنامج معين، سواء هندسي أو إداري أو برمجي أو أي نوع من أنواع البرامج اللي تطلبها الشركات، وأكو أمور بالبرنامج ما حد يعرفها غيرك، هاي إذا مو البرنامج كله، في أكيد أنت راح تكون الأول اللي راح تختارك الشركة حتى تشتغل وياه، يعني هي معتازة الخبرة مالتك اللي من خلال فكرك. ممكن أضيف على كلام زميلتي دكتور؟ أنا قلت انه عقلك يصير رأس مالك انه في حالة كانت عندك value، قيمة تقدمها للآخرين الى سوق العمل او الى الآخرين بصورة عامة. اذا كان عندك منتج، كيف تسوق لهذا المنتج او تضيف قيمة للمنتج نفسه ما موجودة بالمنتجات الاخرى المنافسة، او تصنع لك منتج اصلا هو كله يكون جديد. وايضا في حالة كانت عندك بأي علم من العلوم، لكن هذه الأفكار تكون جديدة. باختصار أنا أقدر أقول بأنه في حالة عندك شيء ما موجود عند الآخرين، حصلته عن طريق التجربة والدراسة، وهذا الشيء مطلوب من الآخرين، فبالتالي أنت عقلك صار رأس مالك لأن تستثمر بالفكر اللي موجود عندك. أحسنت أحمد، ممتاز جدا، وأيضا ممتاز جدا بالنسبة إلى زميلتك سحر، مداخلات جدا جميلة ورائعة. فعلا صحيح أنه عقلك يصير رأس مالك، لأن الغرض من التعليم، اللي كثير الآن أكو ناس تقول التعليم مو مهم،
خاصة الكثير من المشاهير أيضا ناس معروفين، يقول إنه التعليم هو غير مهم، بالعكس التعليم هو يخليك على الطريق الصحيح اللي أنت تقدر تحصل من عنده العيشة اللي أنت تقدر تعيشها، بس من تقدر تعرف إنه كيف تحصل المعلومة بشكل صحيح وتستثمر هذه المعلومة. العلم هو الأساس لبداية كل شيء بشكله الصحيح وبشكل منظم. الفاليو اللي راح تكون عندك هي الرأس مالك الحقيقي.